طبعا احنا في خلال المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن الفيزيكس، ما يتعلق بالفيزيكس، والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن الريديو فارماسي. قلنا الاسبكت الثالث المهم في النيوكلير ميديسين هو الانجينيرينج، هنتكلم عن التكنولوجي، وده بشكل مهم شكل اساسي هيبقى مهم ليكوا كتكنولوجيست، بنسميكوا فنيين، لان انتوا اللي هتتعاملوا مع الاجهزة، وبالتالي لازم تبقى فاهم الجهاز ده فكرة عمله ايه وبيشتغل ازاي وتركيبه ايه، ان لو اي عطل فيه المفروض انت بتتواصل مع المهندس المسؤول عن الصيانة مثلا، وهو المفروض بتقدر عشان تقدر توصل رسالة صح له المشكلة فين، لازم تبقى اوير بتركيب الجهاز ازاي. نوكلير ميديسين ايميجينج النهاردة الاجندة بتاعتنا هنتكلم عن جنرال كونسبتس ليها علاقة بالايميجينج، الحاجات التانية هنستخدم على الايميجينج انسترومنتس، بالتحديد هنتكلم عن الجاما كاميرا، المرات التالية بعد كده محاضرات هنتكلم عن السبكت سي تي والبيت سي تي بالتفصيل. فالنهاردة هنركز على الجاما كاميرا. ايه جنرال كونسبتس بقى اللي لها علاقة بالايميجينج؟ احنا ليه بنصور او ليه بنستخدم التصوير في نيوكلير ميديسين؟ هدفنا ان احنا تو اوبتينا بيكتشر، احنا عاوزين صورة. تمام، انا عاوز صورة فاعمل ايه؟ اخد كاميرا ببساطة خالص، يعني عاوز اصور صورة فهستخدم كاميرا. تمام، البيكتشر اللي انا عاوز اصورها هنا ايه؟ عبارة عن الديستريبيوشن بتاع الريديو اكتيف ماتيريال جوه الجسم. تمام، كمثال احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان انا عشان الريديو اكتيف ماتيريال في النهاية عشان تتكون هي عبارة عن انستيبل ستيبل نيوكليس تحولت لانستيبل نيوكليس، وعشان الانستيبل نيوكليس دي ترجع للجراوند ستيت او الاستابيليتي بتاعتها لازم تفقد طاقة، والطاقة دي احنا قلنا بالاساس بتبقى عبارة عن راديشن، والراديشن ده اسمه الكترو ماجنتيك راديشن بالاساس، واحنا سميناه فوتون. فالفوتون ده عشان اقدر اشوفه لازم اعمل له بروسيسنج بطريقة معينة، معالجة بطريقة معينة، عشان في النهاية يطلع لي كصورة. يبقى اذا اهم هدف للايميجينج في النيوكلير ميديسين ان انا اصور الديستريبيوشن بتاع الريديو اكتيف سبستانس، سواء كانت لوحدها او ليبلد ب ريديو بمادة تانية عشان كان ريديو فارماسيوتيكال ويذن ذا بودي. تمام، سواء الريديو اكتيف ماتيريال دي حقنتها عن طريق الانترافينوس روت او العين شربها زي في حالات الريديو اكتيف ايودين. طيب ازاي عملية الايميجينج دي بتتم؟ وهنعرف تفاصيل قدام في بالنسبة للجاما كاميرا، لكن ببساطة خالص ان انا بعمل ريكوردينج للايميشنز اللي بتطلع من الجسم. المفروض ان انا حقنت العيان دلوقتي الريديو فارماسيوتيكال زي ما انتم شايفين، وبعد كده بيطلع الايميشنز بتطلع من عيان الراديشن اللي بتطلع الجاما ريز دي. المفروض هدف الجاما كاميرا ان هي تريكورد. ريكورد يعني ايه؟ تسجل، زي كأنك بتصور فيديو مثلا او بتصور تاخد صورة الايميشنز دي. تمام، عن طريق اكسترنال راديشن ديتكتور. راديشن ديتكتور عندنا هنا هو الجاما كاميرا. تمام، وده موجود عن ديفرنت لوكيشنز اوتسايد ذا بيشنت، يعني انا عايز اصور الجسم كله هستخدم حرك العيان خلال الكاميرا، اصور وشه وبعد كده اصور منطقه السطر ومنطقه البطن ومنطقه الرجلين كمثال وهكذا، وفي النهايه بحول الجاما ريز اللي خرجت من العيان دي جوه الجاما كاميرا، بعمل لها بروسيسنج بطريقه معينه عشان تظهر لي في النهايه كصوره زي اللي احنا شفناها في الاول، اللي هي زي الصوره دي اللي بيبقى فيها ديستريبيوشن للماتيريال، وليكن كمثال هنا ده ريديو اكتيف ايودين موجود في الثيرويد جلاند فوق، وموجود في البلادر كمثال، وموجود في اللانج، وموجود في الاستومك. طيب ايه الايميشنز اللي انا بعتمد عليها في الجاما كاميرا؟ احنا زي ما قلنا قبل كده ان البريفيرد ايميشنز في النيوكلير ميديسين هو الجاما ريز. الجاما ريز، تمام، البارتكلز مش مهمه جدا في الايميجنج، لكن البارتكلز بحتاجها زي البوزيترون ممكن احيانا بحتاجه في الايميجنج، لكن مينلي اللي انا بحتاجه في جاما كاميرا هو الجاما ريز. البارتكلز زي البيتا بارتكلز بحتاجها اكتر في تريتمنت، في تريتمنت مثلا بعدين. ايه ميزه الجاما ريز اللي بتخلينا بحتاجها او بستخدمها في التصوير؟ اول حاجه ان هي sufficiently penetrating in body tissues to be detected from deep lying organs. يبقى هي ميزتها ان هي بتخترق جوه الجسم، بتخترق البودي تيشوز، يعني عندها بنسميها هاي penetrating باور عكس البارتكلز. تمام، عكس البارتكلز. الحاجه الثانيه ان هي can be stopped efficiently by dense
سنتليترز. سنتليتر ده اللي هو عبارة عن كريستالز بتبقى موجودة جوه الجاما كاميرا، بتلقط الايه الجاما ريز، وبالتالي هي لما بتخبط فيها في السنتليتر دي بتقف. تمام، كأنك بالظبط جبت وليكن سمك زجاج كده حطيته ووجهت عليه شوية لايت أو شوية لون مثلا، بتقف، هتقف عند الايه السنتليتر دي، وبعد كده هيحصل لها بروسيسنج بطريقة معينة. الحاجة الميزة التانية في الجاما ريز إن أنا أقدر أعمل لها شيلدينج، أوقفها بيوز ليد. احنا عارفين الليد هو أهم مادة بستخدمها عشان أعمل شيلدينج أجينست الإكس راي أو الجاما ريز، الفوتونز بشكل عام. تمام، لأن الليد ميزته إن هو له هاي ماس باور، فبالتالي في دنسيتي عالية في في الجزيء بتاعه، وده بيسمح بعدم مرور الايه الجاما ريز. يبقى اذا مست الجاما ريز اول حاجه ان هي بتخترق الجسم كويس، ما بتقفش جوه الجسم، وبالتالي تقدر تلقط صور لكل حاجه جوه الجسم. الحاجه التانية بعد ما بتدخل جوه الجسم وبتخرج من الجسم عشان تطلع للجاما كاميرا، بنقدر نعملها ستوبنج بدنس سنتليترز زي الصوديوم ايودايد اللي هنشوفه بعد كده. والميزه التانية ان انا اقدر اعمل شيلدنج للجاما ريز حتى اللي بتنبعث من العيان عشان احمي نفسي واحمي الاخرين، ان انا بستخدم شيلد مصنوع من الرصاص. طيب ايه بقى الايميشنز اللي انا ما بستعملهاش؟ الالفا بارتكلز والالكترونز، ما احنا قلنا بنستخدمهمش. احنا قلنا الالكترونز ممكن تبقى عباره عن بيتا بارتكلز او اوجر او كونفرجن الكترونز، ايا كان شكل الالكترونز. طبعا استخدامها في الايميجنج ضعيف جدا، لان هي مشكلتها زي ما هنشوف في الصوره اللي في السلايد الجايه، ما بتقدرش تخترق اكتر من فيو مليمترز في التيشو، يعني هي غالبا بتيجي عند السكن وتقع، او حتى لو اخترقت جوه السكن شويه للسبكوتينيوس تيشو جوه تحت الجلد يعني او وسط العضلات بتقف، ما بتقدرش تصور للعظم، ما تقدرش بعد كده تصور لي الاذر اورجانز زي الكبد مثلا، الليفر او الكيدني الرينال او غيره. زي ما انتم شايفين الصوره دي عندنا الالفا ريز اللي هي الالفا بارتيكلز، يعني كمثال لو جبت ورقه تمام الالفا بارتيكلز مش هتعدي فينا بورقة بس يعني قبل الجسم. طب البيتا ممكن تعدي من الورقة لكن هتقف عند الجلد أو تحت الجلد بشوية. الجاما ريز ميزتها بقى إن هي بتخترق الجلد وممكن تخرج من الجسم بطبيعة الحال، وأقدر أعمل لها شيلدنج بإيه بالليد. يبقى إذا مميزات الجاما كاميرا تاني مهمة، الجاما ريز آسف عشان كده بستخدمها في التشخيص. يبقى دايما لما أجي أختار الراديو أكتيف ماتيريال بتاعتي أختار حاجة تكون إيه، تكون بتطلع جاما ريز كويس وبتطلع جاما ريز احسن، بس ما بتطلعش حاجه تانية بيتا بارتكلز او الفا بارتكلز. فالجاما ريز ميزتها قلنا ان هي بتخترق التيشوز كويس جدا افيشنتلي. تاني حاجه كان بيستوبد بالسنتليتورز، دنس سنتليتورز موجوده في الجاما كاميرا. الحاجه التانية اقدر اعمل شيلدنج ليها عن طريق استخدام الليد. طيب يبقى اول حاجه بستخدمنا ال ايه انهي ايميشنز بفضلها، ايه الحاجه اللي طالعه من العيان اللي انا هصورها، ايه الكاميرا اللي انا هصورها. يبقى انا اخترت الحاجه اللي هصورها واختار الكاميرا بقى اللي هتصور الحاجه دي. ايه احسن ديتكتور استخدمه؟ الايميجنج سيستم ديتكتورز، وبالتالي لازم يبقى عندها جود ديتكشن للجاما ريز. يبقى جاما، يبقى انا عاوز اصور جاما، فبالتالي لازم اجيب جاما كاميرا مناسبة للجاما ريز. والجاما كاميرا وبالتالي هي أصبحت الموست وايدلي يوزد نيوكليير ايميجينج انسترومنت فور كلينيكال ابلكيشن. فالموست بريفير ديتكتور فور جاما ريز هو الايه الجاما كاميرا، وهنعرف ليه بعد كده، لأن تركيبها جاهز عشان يصور الجاما كاميرا الجاما ريز آسف. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الجاما كاميرا. الجاما كاميرا هنتكلم عنها في 5 نقط. اول حاجه ايه البرنسبلز بتاع الايمج ديتكشن، ازاي الصوره بتتكون، وايه الكومبوننتس بتاع الجاما كاميرا، بتتكون من ايه الاجزاء بتاعتها. وبعد كده ايه التايبس اوف ايفنت ديتكشن، الايفنتس اللي بتطلع ايه اللي بتحصل جوه الكاميرا وازاي بتلقط كل ايفنت. والحاجه الثانيه ايه التايبس اوف ايمج بروسيس، البروسيس اللي بتطلع التصوير يعني صوره ولا فيديو او دايناميك ولا ستاتيك، والتايبس اوف جاما كاميراز بشكل عام اللي موجوده في السوق. نبدا اول حاجه البرنسيبل اوف ايمج ديتكشن. الصوره اللي قدامنا بتقول ان
ان لو عندنا عيان زي ما احنا شايفين الصوره اللي تحت دي على ايدنا الشمال، عيان نايم على الجاما كاميرا اهو، العيان ده بيطلع ايه؟ جاما راي، جاما رايز. الجاما راي احنا قلنا عباره عن فوتون، تمام. الفكره كلها ايه؟ قايمه على ان الفوتون اللي طالع من العيان ده بيدخل جوه الكاميرا يصطدم بايه؟ يصطدم بحاجه اسمها سنتليتور. سنتليتور، السنتليتور دي عباره عن ماده تعتبر زي كريستال، عارفين كريستال؟ زي كريستال كده، كل هدفها ان هي بتحول الجاما راي دي، جاما راي دي ما اقدرش نفهمها، مش شايفينها، فاحنا عاوزين نحولها لحاجه بنشوفها. ايه الحاجه اللي ممكن نشوفها؟ اللايت، الضوء، تمام. نفس الفكره، الجهاز برضه ما يقدرش يشوف الجاما راي ولا يترجمها الا عن طريق الايه، ان هو يحول الجاما راي، الطاقه اللي طالعه من الجاما راي دي بيحولها من طاقه الاشعاع دي، يحولها لايه؟ لنور، لايت. اللايت ده بعد كده بيدخل جوه الجاما كاميرا وبتعمل له حاجه، بيطلع لنا في الاخر الديجيتال ايمج اللي احنا شفناها دي. طبعا عشان الديجيتال ايمج دي تتكون، لازم المفروض الجاما راي دي طالعه من اماكن مختلفه من الجسم، من اماكن مختلفه من الجسم، وبالتالي الطاقه بتاعت كل جاما كاميرا جاما راي طالع مختلفه عن الاخر، والصوره في النهايه بتطلع. لو الانرجي بتاع الجاما راي طالعه مثلا، وليكن انا بصور العظم، طالعه من العظمه هتبقى اكتر، وبالتالي صوره العظمه هتبقى مور دنس زي ما احنا شايفين، باينه اسود في الصوره، في حين مثلا العضلات هتبقى باينه جراي، لون رمادي، لان الجاما راي اللي طالعه منها قليله. ليه؟ لان الماده المشعه تركيزها جوه العضلات اقل، في حين ان هي تركيزها جوه العظم اكتر، وبالتالي العظم هيبان اوضح من العضلات. هي دي الفكره كلها، ان انا عندنا على حسب كميه الجاما راي اللي موجوده في التشو هتبان الصوره بتاعته مور دنس، يبقى هتبان في الاخر عباره عن ديجيتال ايه، ايمج، صوره. زي ما احنا بنقول عندنا الديجيتال كاميرز دلوقتي نقدر ايه نصور، مش محتاجين ان انا ايه زي ما احنا كنا زمان الصور لما كنا نحب نصور بنصور بكاميرا عاديه. الكاميرا العاديه عشان احول الصوره بتاعتها واقدر اشوفها لازم اعمل لها ايه، لازم ايه احمضها، تحط في حمض كده، والحمض ده بيحول النيجاتيف اللي احنا كنا بنشوفه على الفيلم لصوره اللي انا بشوفها اللي هي ابيض واسود او الوان على حسب الايه نوع الكاميرا. لكن هنا انا بطلع ديجيتال ايمج مباشره، مش محتاج اعمل تحميض. المهم الفكره كلها زي ما قلنا قايمه على ان الجاما راي ده بتحول لايت، واللايت في النهايه على حسب الطاقه اللي طالعه من كل حته من الجسم بيطلع لي في الاخر صوره زي اللي احنا شايفينها، زي البوني سكن اللي احنا شايفينه ده. طيب دي صوره طبعا للجاما كاميرا، جهاز الجاما كاميرا. انتم ملاحظين ان هو زي اي جهاز بيستخدم في الاشعه لازم يبقى فيه ترابيزه، والترابيزه دي اللي بينام عليها العيان، والهيد بتاع الجهاز اللي هي المدور ده، ده هو المفروض بيبقى فيه الايه الجاما ديتكشن سنتليترز، تمام. والمفروض طبعا بيبقى فيه مونيتورز اللي هي الشاشات اللي حوالين بتاع المونيتورز دي، بيستخدمها الفني عشان يحدد نوع التصوير وهيصور اي جزء من الجسم، وبيحدد حاجه اسمها الكاونتس اللي هو العداد اللي بيعد كميه الانبعاثات اللي طالعه من الجسم. الجاما كاميرا لها كذا اسم عشان نبقى عارفينه. اول حاجه بيسموها انجر سنتليشن كاميرا، انجر ده اسم العالم اللي اخترعها اسمه هال انجر، ولذلك احيانا نسميها انجل كاميرا، لكن هو الشائع طبعا الاسم الشائع عنها ان هي جاما كاميرا، لكن لو سمينا اسم انجل سنتليشن، كلمه سنتليشن معناها انبعاث او ديتكشن اوف راديشن، تمام. النقطه الثانيه اللي احنا هنتكلم فيها، عرفنا الفكره كلها، انا بحول الجاما راي لصوره في الاخر، تمام. السيستم كومبوننت، الجاما كاميرا لو خدنا فيها مقطع بالطول كده بتتكون من الاتي، مقطع بالطول، تمام. اول حاجه احنا تحت كده خالص هنلاقي ده كان ده البيشنت، ده العيان، وانا عاوز اصور الايه الدايره اللي هي الحمراء دي، الدايره الحمراء دي وليكن اي اورجان تيومر مثلا ورم، فانا عاوز اصوره، انا بصور الجسم كله، العيان بيطلع منه الجاما رايز في اتجاهات مختلفه، بيطلع منه وليكن حاجه دايركت وحاجه طالعه في اتجاهات يمين شمال وخلافه. اول حاجه بتقابل الجاما راي اللي طالعه حاجه اسمها كوليميتر، وهنعرف يعني ايه كوليميتر. يبقى اول تركيب هو الايه الكوليميتر اللي هو اول حاجه خالص من تحت، بعدها على طول هيبقى عندنا حاجه لارج اريا كده بالعرض اسمها صوديوم ايودايد سنتليشن كريستال، وهي عباره عن ثاليوم برضو، جزء منها داخل ايه ثاليوم، صوديوم ايودايد كريستال، تمام. بعدها في حاجه اسمها لايت جايد،
احنا قلنا الكريستال دي مسؤولة عن ايه، هتحول لنا الجاما ري للايت. اللايت جايد ده هو اللي بيوجه الايه، اللايت اللي طالع بيوجهه عشان يدخل على مجموعة من التيوبس اسمها فوتو مالتبلاير تيوبس. الفوتو مالتبلاير تيوبس الكلام ده مش مكتوب في الكتاب، هدفها في النهاية ان هي بتعمل اوجمنتيشن. اوجمنتيشن يعني ايه؟ بتكبر اللايت اللي ملقوط ده، بتكبره عشان نقدر في النهاية يطلع لي صورة. بعد كده في سيستم اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر. الفكرة كلها في الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ان انا دايما الانالوج اللي هو 1 2 3 4 وليكن بتحول في النهاية لايه؟ لصورة، تمام؟ الصورة اللي هي الديجيتال اللي احنا بنشوفها. وطبعا كل القصة دي كلها بتدخل على كمبيوتر سيستم، والكمبيوتر سيستم في النهاية بيظبط لي عن طريق كوركشنز معينة بتتعمل للينياريتي واليونيفورميتي بتاع الصورة اللي هو بنسميها الريزوليوشن بتاع الصورة، عشان يطلع لي في النهاية الصورة اللي احنا شفناها قبل كده. إذا تركيب الكاميرا مهم جدا، ده سؤال مهم جدا ممكن نسأله، ايه هو الميجر كومبوننتس بتاع الجاما كاميرا؟ هم 5 حاجات بالترتيب كده. عندنا الكوليميتر، يليها الصوديوم ايودايد سنتيليشن كريستالز، يليها اللايت جايد، بعد كده الفوتو مالتيبلاير تيوبس الاري بتاعها، وبعد كده الاي دي سي او الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. هنبدا بالكوليميتر. الكوليميتر طبعا زي ما احنا قلنا هو هدفه ان هو بيحدد شكل الايه، الاشعاع اللي طالع، بيحدد شكل الاشعاع اللي هيدخل جوه الكاميرا. المفروض الجاما ري طالع اهو، الكوليميتر لما نشوف شكله بعد كده، ده شكله زي ما انتم شايفين عبارة عن قطعة من الرصاص وفي فتحات. طبعا احنا عارفين الرصاص المفروض بيمنع مرور الايه، الجاما ريز. فمعنى كده ان الجاما ريز اللي طالعه هتعدي منين؟ من الفتحات، وهتخبط فين؟ في السبتة. السبتة اللي هي الايه، الحواجز دي. معنى كده ان الحواجز دي هتمنع دخول الاشعاع ومن ناحية، والاشعاع اللي هو خارج لو خبط في السبتة مش هيعدي، لكن لو خبط في دخل من الهول من الفتحة هيعدي، تمام؟ نرجع تاني للكلام اللي مكتوب، ان عندنا هو هدفه النهاية ان هو بيشكل لي شكل الايه، الايمج اللي هتطلع في الاخر، عن طريق ان هو بيوجه الايه، الجمري اللي خارجه من العيان، تمام؟ يبقى هو هدفه ان هو بيبروجكت الجمري فروم ذا سورس ديستريبيوشن اونتو ذا كاميرا ديتكتور. يعني هو كانه بيحضر الجمري عشان تقع على ايه، على السنتليشن ديتكتور او الصوديوم ايودايد. الجمري بقى كانت بيفوكس لوحدها كده هتلاقيها عشوائيه طالعه في حتت كتير، فلازم حاجه ايه توجهها، زي ما احنا قلنا. وبالتالي بنعتبر الكوليميتر ده عباره عن اللينس، هو الايه، العدسه اللي بتلم الايه، الدنيا. زي بالظبط في الكاميرا العاديه اللي احنا بنصور بيها لازم حاجه ايه تلم الايه، الصوره. واللزق اللي بيلم الصوره هو الايه، العدسه بتاع الكاميرا. كل ما كان العدسه كويسه والبنتريشن الريزوليوشن بتاعها كويس، كل ما كان ايه، احسن. وبالتالي الكوليميتر بيبقى له ريزوليوشن مهم. وبالتالي therefore most practical gamma ray imaging systems employ the principle of absorptive collimation for image formation. ولذلك عشان اعمل detection للجاما ريز لازم عندي دايما الايه، الكوليميتر ده. نفس الكلام تاني، ان هدف الكوليميتر زي ما احنا قلنا ان هو define the direction of the detected gamma ray، بيحدد اتجاهه رايح فين. ولذلك الانواع بتاع الايه، كوليميترز، بتعتمد على ان انا هصور ايه. فاحنا عندنا 4 انواع من الكوليميترز مختلفه على حسب شكل الايه، الفتحات بتاعتها. احيانا الفتحه تبقى فتحه واحده وصغيره، فتحه واحده صغيره بنسميها بين هول، يعني فتحه صغيره كده، بين هول، بتبقى حاجه ايه اللي هي اول صوره دي، تمام؟ الفتحه دي، البين هول دي دايما بنستخدمها لو انا هصور ايه، جزء صغير من الجسم، زي ما بستخدمه جدا كتير جدا وانا بصور الغده الدرقيه. وانا بصور الغده الدرقيه بستخدم البين هول كونفرتر رقم ايه ده، تمام؟ لان ميزته ان هو بيصور لي جزء ايه صغير من الاسم، من الايه، من، لان احنا عارفين مجرد ما العين بيشرب الماده المشعه كل جسمه بيشع، فانا مش مهتم خالص ان انا اصور بيت جسمه، انا مهتم اصور الغده الدرقيه بس. وبالتالي مش عاوز الاشعاع اللي طالع من اجزاء تانية الجسم يعمل لي نويز، بيعمل لي ايه، دوشه. انا مركز على دي بس، يبقى انا بعمل فوكس على الايه، فمثل البين هول كوليميتر ان هو بيعمل لي فوكس على منطقه صغيره من الجسم زي الثيرويد جلاند. التاني واحد اللي هو رقم بي ده، اللي هو البرل الهول كوليميتر، لو انتم ملاحظين ان هو
عبارة عن هولز. هولز احنا قلنا هولز يعني فتحات، لكن فتحات متوازية، فتحات ايه؟ متوازية، وبينها وبين بعض في ايه؟ في حواجز او السبتة زي ما احنا شفنا. والبانل هول ده ميزته ان انا بستخدمه لو انا عاوز اصور الجسم كله، تمام، وعاوز اصور وبعتبر كل جزء من الجسم هو جزء مهم. يعني ذاك انا اصور مثلا العظم، الهيكل العظمي كله، فانا عندي كل جزء في الهيكل العظمي مهم، وبالتالي انا عاوز الاشعاع اللي يطلع يبقى كله ايه؟ طالع في اتجاه واحد، تمام. فانا بستخدم البانل هول لو انا عاوز اصور الجسم كله. عندنا نوعين تانيين من الكوليمترز ما بنستخدمهمش كتير، زي حاجه اسمها دايفرجنج. دايفرجنج يعني ايه؟ ان الفتحات داخل الفتحات ايه؟ مقربه من بعضها، دايفرجنج، في حين التانيه كونفرجنج. كونفرجنج يعني خارجه لبره، تمام. المفروض كلمه دايفرجنج ان هو مشتته، لكن كونفرجنج مجمعه، تمام. ففي النهايه الصوره اللي بتطلع في الاخر بتبقى صوره مجمعه. لو انا عاوز اعمل ايه؟ فوكس على حته معينه برضو، او بستخدم الكونفرجنج. لو انا عاوز اعمل على حته كبيره جدا بستخدم الدايفرجنج. لكن انا يهمنا نعرف الانواع واسمائها: البين هول، البارل هول، الدايفرجنج والكونفرجنج. خلاص، الاسماء بالنسبه لنا مهمه. الفكره كلها ان الكوليميتر ده بقى فيه حاجه اسمها سباتيال ريزوليوشن وسنسيتيفيتي لجاما كاميرا بتعتمد. يعني السباتيال ريزوليوشن روقان الصوره في الاخر، روقانها، ده احنا نقول ريزوليوشن بتاع الصوره معتمد بالاساس على كفاءه الكوليميتر اللي انا بستخدمه، والسنسيتيفيتي بتاع الايه جاما كاميرا كلها تختلف على حسب نوع الكوليميتر اللي انا استخدمه. ندخل بقى على اهم جزء في الايه في الجاما كاميرا، اللي هو الصوديوم ايودايد او ثيليوم سنتيليشن كريستال. هي عباره عن منطقه طويله كده اسمها لارج اريا اوف ريكتانجولر، بتبقى شكلها مستطيله في المقطع العرضي بتاعها، بتبقى مستطيله. انتوا لاحظين هي الجزء الايه اللبني اللي في النص ده، تمام. الصوديوم ايودايد كريستال ده الثيكنس بتاعها، الثيكنس اللي هو ايه السمك بتاعها نفسه، السمك، وزي الصورة اللي احنا شفناها قبل كده، السمك لا يتعدى يعني 1.25 سنتي، يعني تقريبا من 6 ل 12.5 ملليمتر ثيك. والسايز بتاعها، السايز اللي هو الطول والعرض، 60 في 40 سنتي، يبقى هي عبارة عن شريحة كبيرة كده 60 في 40 سنتي، تمام. والسمك بتاعها صغير جدا، عبارة عن شريحة صغيرة كده من الكريستال اللي هو صوديوم أيودايد، تمام. لو انتم ملاحظين ده المقطع العرضي، المفروض هي حواليها شريحة كده من الألومنيوم، تمام، عشان تحافظ عليها، تمام. والمفروض الجاما وحواليها ويبقى فيها حواليها كمان، يبقى اللي هو الرمادي ده، ده اسمه ألومنيوم كيسنج، ده الكيسة بتاعتها، كيسة، الكيس زي الكيسة بتاع الكمبيوتر كده، الكيسة بتبقى مصنوعة من الألومنيوم. بعدها على طول في ريفليكتور ماتيريال، حاجة ايه تعمل ريفليكشن لللايت، تمام. وبعد كده هي عشان بتجمع الضوء في اجواء، بعد كده حواليها من فوق كده جلاس انترانس ويندو، عباره عن حاجه من الزجاج. المهم السنتيليشن دي المفروض الجاما ريز، انتم ملاحظين اللي هي اللي تحت دي الجاما ريز بتدخل كده وتعدي فيها، المفروض الجاما ري انتر فروم ذس سايد من تحت، وبعد كده تطلع السنتيليشن لايت، الضوء اللي ضايق الجاما ري داخله جاما ري تطلع ايه ضوء. مش احنا قلنا الجاما ري بتحول لضوء، تحول لضوء، وبعد كده الضوء ده يدخل في الفوتو ايه مالتبلاير تيوبس. الفوتو بقى، الفوتو بيك ايفنتس اللي بتحصل، اللي بيحصل جوه الكريستال ده بنسميه ايفنت. ايفنت يعني ايه؟ حدث، تمام. اي لايت بيطلع من الايفنت، اي لايت بيطلع من السنتيليشن ده كريستال ده بنسميه ايفنت، بنسميه ايفنت، لان في النهايه الايفنت ده هيترجم لايه؟ لنقطه في الصوره. كل ايفنت هيترجم لنقطه في الصوره، تمام، الصوره النهائيه. الايفنت اللي بتحصل ده عندنا طريقتين للشكل الايه ايفنت اللي بيحصل. الطريقه الثانيه هي الاهم، اللي هي على اليمين. الطريقه الاولانيه ما بنلاقيهاش كتير، دي الفيرست ابروتش، ده بيستخدم سيمبل انرجي ديسكريميشن، اللي هو زي ما انا قلت لكم ان الحته اللي الانرجي طالعه منها كتير وبالتالي هتبقى تبان احسن، هتبان ايه اوضح، او هتبان مور دنس، صورتها هتبقى اسود، في حين المنطقه اللي هي الانرجي اللي طالعه منها قليل. بمعنى انا عندي مثلا انا بصور بونسكان، وبالتالي وبدي وانا بدي البونسكان بدي تكنيشيوم ومعاه ام دي بي اللي هو الفوسفورس، واحنا عارفين الفوسفورس بيدخل في تركيب العظم، وبالتالي الماده المشعه كلها تروح تتركز في العظم. وانا بصور المناطق اللي فيها عظم كتير هتبان اوضح منطقه العظم، ولذلك الصوره في النهايه هتكون العظم اوضح، في حين
ان الطريقه الثانيه وهي احسن اكتر سويتابل للديجيتال كاميراز ان الفوتوبوك بوزيشنز والابروبريت ديسكريميت ليفل سيتنج ار كومبيوتد اند ستورد فور ماني ديفرنت لوكيشنز. بمعنى انا اللي بتدخل في الموضوع، انا اللي اقدر احدد اقول. ولذلك لما لو في فرصه ان شاء الله ونروح نشوف الايه الجاما كاميرا عندنا في القسم، هندخل على السوفت وير، السوفت وير اللي بقى جاهز بتاع الجهاز. انت بتختار نوع الاستادي، انا عاوز اصور بون سكان، عاوز اصور ثيرويد سكان، يبقى البون سكان لما اختاره ده بيحدد ديسكريمينيتور ليفل سيتنجز. يبقى في سيتنجز كده، في اعدادات بس بقدر احدد بيها نوع الايه السكان اللي انا عاوزه، وبالتالي يبقى الفوتو بيك ايفنتس اللي بتحصل اللي طالعه من البون هتبقى اعلى من اللي طالعه من العضله. لو انا عاوز البون سكان، لو انا بصور الغده الدرقيه يبقى الفوتو بيك ايفنتس اللي طالعه من الغده الدرقيه تبقى اوضح من اللي طالعه من ايه الباك جراوند. لو انا بصور حاجه معينه زيك، احيانا احنا بنصور كده في بعض الناس لما اللي هم الفوتوغرافر العاليين، يعني في حاجه اسمها ايه فوكس، يعني لو عاوز يصورك وما يجيبش حاجه من ورا حاجه حواليك خالص، تبقى صورتك واضحه ويتجاهل كل الايه الباك جراوند اللي حواليك، ده حاجه شبه كده. تمام. فزي ما احنا قلنا ان الميثود التانيه دي اللي احنا غالبا بنستخدمها في الجاما كاميرا، لان الديجيتال كاميرز يعني ميزتها ان هي انت بتظبط كل حاجه، بتحدد الديسكريمينيت ليفل بتاعك وبتحدد الايه البيك بوزيشن، ايه الاماكن اللي انت عاوز الفوتو بيك يبقى فيها اعلى من اماكن تانية. خلاص. طيب الايفنتس زي ما قلنا اللي تطلع من الجاما كاميرا بتمشي في اتجاهات مختلفه، وبالتالي تفاعلها مع السنتليشن كاميرا، السنتليشن اسف ديتكتور او اللي هو الصوديوم ايودايد ده، بيبقى مختلف. بمعنى لو الجمري اللي طالع ده طالع مباشره، هنشوف الصوره هنا احسن، لو انتم ملاحظين كده الرقم ايه اللي هي تاني واحده اللي هي رقم اي دي، ماشي، انتم ملاحظين ان ده الجمري، ده الجسم اهو، احنا كاننا قاطعين فيه قطع، وده الليفر وليكن الكبد، وانا بصور الكبد. الجمري اللي جوه الكبد طلع اهي، وهي طالعه قبلت الكوليمتر، فهي معديه فين في الكوليمتر؟ معديه من الايه الفتحه بتاعته الهول، تمام، بين التو سيبتا وبعضهم، بين الايه الجدارين وبعضهم، داخله من الفتحه، تمام، وهي داخله من الفتحه هتخبط فين؟ في الصوديوم ايودايد. جوه الصوديوم ايودايد كريستال دي هتتفاعل مع الماده اللي بيصنعوها الصوديوم ايودايد، والتفاعل اللي بيحصل هنا اسمه فوتو الكتريك افكت. فوتو الكتريك افكت معناه ان الطاقه بتاعت الجاما كاميرا، الجاما فوتون ده، الفوتون اللي داخل دي هيقوم عاتيها، هيقوم الطاقه دي هياخدها الكترون، هياخدها ايه الكترون، تمام، هياخدها الكترون، تمام. والالكترون ده زي ما احنا قلنا قبل كده زمان، ان لما بيدخل فوتون على ذره او على، بيخبط فين الفوتون؟ او بيخبط بره، بيخبط بره الايه الاتوم، فين؟ في الالكترونز. فهو داخل الطاقه دي بتبقى ابزوربد، ابزوربد يعني ايه بتتشرب، يقوم الكترون ياخد الطاقه دي. وطبعا احنا عارفين من قبل كده ان اي الكترون، الالكترونز دي غلابه، بمجرد ما يشوف نفسه ويبقى معاه فلوس ويبقى غني بيقوم سايب الايه البلد اللي هو عايش فيها، تمام، بيسيب المدار اللي هو فيه ويطلع المدار الايه اللي بره الاعلى يعني، تمام. فهو ده اللي بيحصل، ان هو بمجرد ما خد الطاقه الجديده دي ساب الايه الذره وطلع. وطبعا لما بيسيبها خلاص هو شال البتاع وخرج، وهو ده اللي بالنهايه هو اللي هيحدد لي شكل الايه اللايت اللي خرج. يبقى ده ببساطه اول حاجه اللي هو بنسميه، اللي هو اول حاجه اللي بنسميه valid event. ده valid، ده اللي هو حاجه، كلمه valid معناها ان هو حاجه قائمه او حاجه كويسه او حاجه مستمره يعني، تمام، اللي هو الاصل يعني، الاصل يعني ده الصح، ده الاتجاه المظبوط. لكن طبعا مش كل حاجه هتبقى مظبوطه 100%، ممكن الاكس راي اللي طالع ده يكون طالع طالع ويخبط جوه الايه الديتكتور نفسه، يخبط جوه الديتكتور نفسه. الديتكتور بقى يعني احنا اللايت طالعه وهو داخل جوه الديتكتور، مش يعني الديتكتور قام خابط جوه الديتكتور و انحرف عن مساره، زي ما احنا ملاحظين في بي اللي هي بي دي، يبقى هو داخل اهو خبط في الديتكتور وانحرف، انحرف ايه اللايت نفسه انحرف، وده حاجه بنسميه كومتون سكاتر، كومتون سي او ام بي تي او ان، كومتون ده اسم الراجل اللي هو اتكلم عن التفاعل ده.
كومبتون سكاتر ببساطة خالص إن الفوتون ده اللي داخل الإلكترون. الإلكترون ما بياخدش الطاقة كلها، يعني في الأول مرة في الرقم إيه ده الإلكترون خد الطاقة كلها وخرج، تمام؟ لكن هنا لأ، الإلكترون خد إيه؟ خد جزء من الطاقة، جزء من الطاقة، وراح خبط في حتة تانية وطلع الطاقة بتاعته، وفي جزء بسيط اللي فضل من الفوتون كمل في طريقه زي ما هو. ده بنسميه كومبتون سكاتر، تمام؟ يبقى الفوتو الكتريك افكت اللي هو حصل في ايه ده، على طول الطاقه بتروح للالكترون، والالكترون هو اللي بيقوم بالايه العمليه. لكن هنا لا، الالكترون بياخد جزء من الطاقه، جزء صغير، وبقيه الجزء بيكمل ايه في اتجاهه، تمام؟ الكومبتون سكاتر ده بيحصل لما الديتكتور هو اللي مسؤول عن ايه السكاتر. السكاتر حصل فين؟ جوه الديتكتور. يبقى السكاتر، السكاتر معناها ايه؟ انحراف. سكاتر معناها انحراف. يبقى الفوتون بيمشي اهو وقام منحرف جوه الديتكتور. احيانا الانحراف ده ما بيحصلش جوه الديتكتور، يحصل جوه الجسم زي ما احنا شايفين اللي هي رقم سي. يبقى الانحراف حصل جوه ايه؟ الجسم. وطبعا طالما الانحراف حصل جسم، يبقى جزء من الطاقه دي هت ايه؟ هتضيع. جزء من الطاقه دي هتضيع، ولذلك السكاتر ده دايما بيطلع من الاماكن اللي انا مش مهتم بيها، وبالتالي الطاقه اللي في النهايه بتوصل للديتكتور بتبقى طاقه اقل من لو طلع ايه؟ كفاليد ايفنت. خلاص، يبقى حصل سكاتر، والسكاتر في النهايه ده حاجه مش عاوزها، وبالتالي اسف دخل على الديتكتور وبعدين انا لقطته. ودايما وانتم لاحظين حجم الدايره اللي طالعه دي صغير جدا بالمقارنه بحجم الدوائر الثانيه، ومعنى كده ان الانرجي اللي طالعه في الاخر دي انرجي قليله. اخر ايفنت بيحصل، يبقى اخر حاجه اسمها اوبجكت سكاتر ايفنت. اوبجكت معناها البني ادم، يعني اوبجكت اللي هو الشخص يعني، او الحاجه اللي انا بصورها، تمام؟ ان السكاتر حصل جواه. الحاجة الأخيرة حاجة اسمها سيبتال بنتريشن. سيبتال إن إحنا الأصل زي ما إحنا قلنا إن المفروض الجاما راي ده يدخل جوه إيه؟ يدخل جوه في الهول، ما يعديش من الإيه؟ من الجدار بتاع الإيه؟ الجدران اللي بين الهولز وبعدها في الكوليتر. لا، ده هو هنا وهو داخل قاعد يفقد طاقة لغاية ما إيه؟ يعني مشى بالعكس، خبط بقى في الجدران وهو طالع. أنتوا لاحظين أهو داخل إيه؟ بأوبليك، داخل أوبليك أو داخل بالإيه؟ بالمواربة يعني، تمام؟ المهم، فهو ده بنسميه سيبتال بنتريشن. نرجع تاني للسلايد اللي هي بتاعت التعريفات. الايفنتس اللي بتحصل جوه الكاميرا اربع انواع. اول حاجه الفاليد ايفنت احنا قلناه ان الجاما راي بيبقى ايميتد بارلل للكوليميتر هولز، داخل في مسار الطبيعي، ده راجل محترم ماشي صح، وبالتالي هو فاليد خلاص، وبالتالي طاقته كلها بيديها للكريستال، والكلام ده بيحصل من كفوتو الكتريك افكت. قلنا تاني حاجة الديتكتور سكاتر ايفنت، وده بيحصل ككومتون سكاترنج. صح، احنا قلنا كومتون سكاترنج ان هو بالفوتون انرجي دي معظمها بيكمل كفوتون، بس بتدي جزء من طاقتها للالكترون، هو الالكترون هو اللي بيكمل. الحاجة التالتة اللي هي الاوبجكت سكاتر ايفنت، لما سكاتر يحصل جوه جسم الايه؟ الانسان. الجاما راي ما بتبقى نوت ايميتد توردز ذا كوليميتر هولز، لكن بيحصل لها سكاترنج فين؟ جوه الجسم، وبالتالي بتعدي بعد كده في الكوليميتر هول وسبسيكونتلي از ديتكتد، وبالتالي الطاقه المتوقعه تبقى قليله، تمام؟ وحاجه الاخيره اللي هو سيبتال بنتريشن، في الحاله دي الجاما راي از ايميتد توردز ذا كوليميتر بات نوت بارلل تو ات، تمام؟ بيكوز اوف انكمبليت اتنويشن باي ثين كوليميتر وولز اللي هي السبتي. الجدران بتاع الكوليميتر دي اسمها سبتة، تمام؟ او سبتي، سبتة خلاص، فيسمها سبتة البنتريشن. This effect becomes increasingly important when using high energy gamma emitters or high resolution collimators with thin sept. كل ما كانت السبتة قليلة ممكن يحصل فيها ايه السبتة البنتريشن ده، لان هي قليلة، السمك قليل. طيب احنا شفنا الصورة وفهمنا الصورة دي موجودة في الكتاب، وبالتالي احنا قدرنا نفهمها، يعني الصورة لوحدها توضح لنا الايه القصة كلها. احنا كده خلصنا الايه الصوديوم ايودايد كريستال، اتكلمنا على الكوليميتر وانواعه ودوره، وكده اتكلمنا على الصوديوم ايودايد كريستالز وازاي بقدر اعمل ايفنت ديتكشن. الطريقتين بتوع الايفنت ديتكشن قلناهم، تمام؟ الطريقة الديجيتال والطريقة العادية، تمام؟ والايه انواع الايفنتس اللي بتحصل. الايمج اللي بتطلع لي في الاخر، احنا معانا الكاميرا اهي، انا عاوز اصور، انت مع اصحابك في مكان ما وعاوزين تتصوروا، فواحد يقول لكم لا انا عاوز صوره بس، صوره صورني صوره، واحد تاني يقول طب ايه رايكم نصور ايه فيلم، نصور فيديو، تمام؟ فاحنا عندنا الصور اللي احنا بنصورها في النيوكلير ميديسين، اما ستاتيك صوره ثابته يعني لها طول ما فيش فيها وقت، الوقت مش داخل في الحسبان، او صوره ايه دايناميك. صوره دايناميك يعني ايه؟
حركية، فيها حركة، فيها إيه، واحد بيرفع إيده، واحد بينزل إيده، واحد اتنطط، واحد بيلعب، وهكذا يعني. تمام. فالستاتيك ايمج دي هي الصورة الثابتة اللي هي كأنك بتاخد فوتو فوتو، لكن الصورة التانية كأنك بتصور موفي، بتصور فيلم، بتصور مسلسل، بتصور حدث بيحصل. تمام. فالايمج في الاستاتيك هي عبارة عن ان تشينجينج راديونيكلي ديستريبيوشن، ما فيش، انت بتلقط بتاخد صورة في وقت ما يعني، وليكن في نص الماتش، في اخر الماتش تاخد صورة وخلاص، في وسط الحدث صورة وكابتشر وخلاص. تمام. فانت ما فيش كان بي ريكوردد اوفر ان اكستندد ايه ايميجنج تايم وليكن مينتس، يبقى عباره عن ان ويتش ان ايمج اوف ان ان تشينجينج راديكولي ديستريبيوشن، ما بتغيرش. وده دايما الاستاتيك ايمج بعملها مع البون سكان، مع البون سكان باخد استاتيك ايمج في الاخر، لان الديستريبيوشن مش هيتغير، ديستريبيوشن ايه مش هيتغير، خلاص هيقعد كده ليه لمده ايه فتره طويله، مثلا ساعه بنفس الشكل. تمام. الديناميك ايمجينج بقى، الديناميك ايمجينج ستاديز هدفها ان هي ان بيحصل تشينج في النيوكليوس، يعني بمعنى ان في حركه. احنا قلنا من مميزات النيوكليوس ميديسين ان هو فانكشنال، فانكشنال يعني هو يقدر يشوف لي وظيفه. فكمثال مثلا لو انا بصور الكيدنيز، عاوز اشوف العين ده الكيدنيز الكلى بتاعته شغاله كويس ولا لا. الكلى بطبيعه الحال بتقوم بثلاث ادوار. الدور الاول ان هي بتاخد الدم، بتستقبل الدم من الجسم، وبعد كده الدم ده بتعمل له فلتريشن، بتفلتره وتاخد منه المواد الضاره، المواد الضاره، وبعد كده المواد الضاره دي بتكون في النهايه البول، وبعد كده تعمل الكدني تقوم عامله ايه اكسكريشن، اكسكريشن يعني اخراج للبول ده من الجسم. يبقى ثلاث عمليات، تستقبل الدم، كده تفلتره، وبعد كده تخرج الايه البول بره الجسم. تمام. ثلاث عمليات دول، لو الثلاث عمليات دول ممكن يبقى فيهم خلل، خلل سواء في الدم اللي وصل للكلى يبقى قليل، او عمليه الفلتريشن نفسها الفلتره فيها مشكله، او عمليه الاكسكريشن او الاخراج فيها مشكله. طب انا عاوز اقيم المشكله، العيان ده عنده خصور في الكلى، ايه سببها؟ هل بسبب نقص الدم اللي وصل للكلى، ولا بسبب ان الكلى مش قادر تعمل، الكلى ده بنسميها المصفة الجسم، مش قادره تعمل ايه فلتره، ولا بسبب ان هي مش قادره تخرج. تمام. فاحنا بنقوم حقنين الماده المشعه المميزه اللي هي بتروح للكلى بطبيعه الحال، وانا قاعد اصور ايه، اصور فيديو، الفيديو بصور الفيديو هو بيحصل، بشوف الماده المشعه ايه، ده وصلت الوقت للكلى اهي خلاص. تمام. بعد كده زي كاميرا المراقبه كده، كاميرا المراقبه، بعد كده ده دخلت الكلى اتركزت فيها، ده الكلى عملت لها فلتريشن خلاص وبدات تخرج وخرجت خلاص، يعني كده الكلى شغاله. لو حصل في الماده المشعه وقفت في اي مكان، يبقى معنى كده ان في مشكله في المكان ده، اقدر اقول ان المشكله في الدم اللي وصل لها البرفيوجن، او المشكله في الفلتريشن، او المشكله في الايه اكسكريشن. تمام. فهي بتشوف لي فيسيولوجيك انفورميشن، بتديني معلومه وظيفيه عن وظيفه الايه العضو ده. ده برضو بنستخدمه كمثال في الكاردياك سكاننج، وانا بصور الايه القلب، حركه الايه القلب، هل في جدار القلب، هل في مكان في جلطه ولا مفيش جلطه. بستخدمه برضو وانا بصور المخ، احيانا انا بصور المخ اقدر اشوف الفانكشن اللي بتحصل جوه المخ اخبارها ايه. بستخدمه وانا بصور الغده الدرقيه نفس الكلام. تمام. وممكن استخدمه كمان وانا بصور حركه التنفس بتاع الايه الرئتين. خلاص. يبقى نقول تاني الديناميك ايمج ستادز هدفها ان هي which changes اللي بتحصل في الـ distribution can be observed as rapidly as several images per second. انا باخد صور بسرعه. دايما في الفيديو هتلاقينا بناخد صور، بنلقط صور بايه؟ بير سكندز. تمام. لان انا عاوز ايه؟ صور كتير. تمام. والصور دي في النهايه همشيها تعمل لي ايه؟ فيلم سينمائي. خلاص. This allows physiologic information to be obtained زي ما احنا قلنا، بتشوف such as a rate of tracer uptake او كليرانس فروم ان اورجان اوف انترست. يبقى الماده المشعه وصلت للكدني خدت منها قد ايه وخرجت منها ايه قد ايه. والايمجز اولسو كان بي سينكرونايزد تو الكتروكارديوجرام. ولذلك لو انا عاوز في الكاردياك سكان يعني، وانا بصور العين اللي بيعمل كاردياك سكان، ممكن اعمل له كمان حاجه اسمها اي سي جي. اي سي جي ده ان انا ايه بشوف ايه، بشوف الكهرباء بتاع القلب اخبارها ايه. تمام. permitting images of the heart in different phases of cardiac ايه cycle to be formed. يعني ده كمثال يعني. ودي بنسميها gated images can provide important information on cardiac ايه function. gated يعني بصور في مرحلة، في مرحلة معينة من مراحل الايه حركة الايه القلب. ده كمثال لصورتين. الصورة اللي فوق اللي هي اخرها كده اللي فوق دي، دي دايناميك. دايناميك لو انتم ملاحظين ان الماده المشعه دي دول الكليتين، الكليه الشمال هي اللي على شمالنا والكليه اليمين اللي على يميننا، انا بصور عين من ورا.
فملاحظين ان المادة وصلت للايه؟ الكلى، خلاص المادة المشعة. لو انتم ملاحظين كله احنا نمشي ناحية اليمين هنلاقي بدأ يظهر ايه؟ المثانة بدأت تظهر، وبدأ يظهر خط رفيع كده، الخط الرفيع ده اللي هو الايه؟ الحالب. هتلاقونا على اخر صورة خلاص المادة بدأت تقل في الكلى وبدأت تزيد فين؟ في المثانة، على اخر صورة هنا اللي احنا شايفينها، الصورة دي. الصورة دي هنلاقي الايه؟ المادة متركزة هنا فين؟ في المثانة. معنى كده ان احنا طمننا ان الكلى شغالة كويس. الثلاث صور اللي تحت دول لصورة كأن انا بصور او واخد ايه؟ وانا بصور الفيديو او واخد كابتشر، واخد صورة، دي صورة في الاول ودي صورة في النص ودي صورة ايه؟ في الاخر، عشان يبقى عندي صور وعندي ايه؟ فيديو. تمام، يبقى ده الفرق. يبقى الصور اللي فوق دي كلها دي صور دايناميك، واقدر على فكرة بالجوه بالبروسيسنج ان انا اشوف ايه؟ الصورة نفسها وهي بتحصل، الايفنتس وهي بتحصل، اشوف فيديو يعني. تمام، او ستاتيك ايمج، يبقى اللي فوق دايناميك ايمج واللي تحت ستاتيك ايه؟ ايمج. طيب انواع الجاما كاميرا ايه؟ الجاما كاميرا على حسب الهيد. احنا قلنا هنرجع تاني لصورة الجاما كاميرا بسرعة، احنا جبناها في الاول. ايوه الصورة دي. احنا قلنا في ترابيزة وفي الحتة اللي فوق دي، اللي فوق دي اسمها هيد، اللي فوق دي اسمها ايه؟ هيد، راس. فاحنا عندنا هنا كام راس؟ راس فوق اهي وراس تحت، راس فوق وراس ايه؟ تحت. يبقى اسمها بنسميها دي دول هيد، دول هيد. طيب نرجع تاني، انواع الجاما كاميرا على حسب الهيد ثلاث انواع، راس واحدة او راسين او ثلاث روس. بس خلص الموضوع ببساطة خالص. يبقى عندنا سنجل هيد او دبل هيد او تريبل ايه؟ هيد. يبقى السنجل هيدد سيستم زي ما انتم شايفين اهو، دي هيد واحدة ودي الترابيزة. تمام، السنجل هيدد كاميرا دي بتبقى ماونتد على روتيتنج جانتري، الجانتري ده بيلف يمين وشمال. ممكن كاميرا از اوبريتد فروم ذا كمبيوتر، والفليكسبل بوزيشننج اوف ذا كاميرا يعني ممكن يصور العين من فوق ومن تحت. تمام، وفي الحاله دي في بعض الجاما كاميراز بتبقى ثابته، الهيد بتاعتها ثابته، وبالتالي لو انا عاوز اصور العين من قدام هصوره بسهوله، لكن عاوز اصوره من ورا اعمل ايه؟ هقلب العين على وشه. ماشي، فالجاما كاميرا دي بتتكون من ديتكتور ماونتد اون جانتري ذات الاوز ذا كاميرا هيد تو بي ريجونز اوف ذا بيشنتس بودي. This feature is also necessary for producing tomographic images or cross-sectional images through the body. أقدر برضو باستخدامها أقدر أصور صور إيه؟ صور مقطعية، يعني بنسميها cross-sectional images، يعني صور إيه؟ مقطعية، كأني بصور صور مقطعية في الجسم، أخد إيه؟ مقاطع معينة في الجسم. بس anyway فهي بتتكون من هيد واحدة. طيب الدول هيد، دول يعني اتنين زي ما أنتم شايفين أهم، واحدة أهي واحدة أهي. وميزة الدول هيد إنهم ممكن يتحركوا قصاد بعض، يعني يبقوا موازيين لبعض زي ما احنا شفنا في الصورة الأولانية، أو يبقوا يجوا مع بعض. وهم ميزتها هي دي، ده أكتر أشهر أنواع الإيه؟ الدول هيد أكترهم. تمام، بقى عندنا تو هيدز تمام ار ماونتد اون ذا جانتري، الجانتري ده اللي هو بيلف، اللي هو البتاع ده اللي هو ده، ده اسمه جانتري، اللي هو في الحتة الدائرية دي، الدائرة دي اسمه جانتري. تمام، كلمة جانتري دايما معناها إيه؟ حاجة دائرية 360 درجة يعني. حتى في الريديو ثيرابي احنا عندنا اللي بيلف حول العين وبيدي جهاز الاشعاع اسمه جانتري برضو. usually the two heads can be positioned at a variety of locations for the circular gantry. يعني اقدر اعمل منهم زوايا زي ما انا عاوز، عاوز اعمل بعيد عن بعض اعمل زاوية منهم، زاوية قايمة، زاوية حادة، زاوية منفرجة، انا براحتي على حسب انا هصور ايه. فالدول هيد كاميرا مهمة، ودي ميزتها كمان دول هيد ان انا اقدر اصور العيان في نفس الايه؟ الوقت. يبقى الاوبفيوس ادفانتج بتاعتها ان هو الدوال هيد كاميرا از ذات تو ديفرنت فيوز اوف ذا بيشنت كان بي ايه؟ كان بي فيجواليز از سيم ايه؟ تايم. اقدر اصور العين من قدام ومن ورا في نفس الايه؟ الوقت. تمام؟ انتم ملاحظين ده شكلها. النوع التالت اللي احنا قلنا عليه اللي هو التريبل هيد، تريبل هيد عندنا واحده اهي والثانيه والهيد الثانيه والهيد اسف والهيد الثالثه، خلاص يبقى تريبل ايه؟ هيد سيستم اولسو اكزيست برايمري فور توموجرافيك ايه؟ ستاديز. دي مهمه جدا لو انا عاوز اصور سبيكت، سبيكت سي تي، عاوز اصور ايه؟ سي تي. تمام، دي ميزتها كده. لكن نبقى عارفين ان السنجل والدول هيد جاما كاميراز ار ورك هورسز، بنسميها الحصان الاسود بتاع النيوكلير ميديسين. فالثري هيد دي مش بنستخدمهاش كتير، خاصه ان معظم الاجهزه اللي بنستخدمها في السنجل فوتون ايميجنج اللي هو السبيكت والبت بتبقى يعني ما قلناش بنستخدم فيها الهيد قوي، بيبقى فيها التريبل هيد او التو هيد، واقدر اعمل بالتو هيد او السنجل هيد اقدر اعمل برضه التوموجرافيك ايمجز اللي انا عاوزها. احنا كده خلصنا